عبد اللطيف جميل طاقة نحو مستقبل مستدام. لقد كانت الطاقة المتجددة جزءا من مزيجنا الطاقي منذ أكثر من نصف قرن، حيث أننا بدأنا بإنتاج الكهرباء من الطاقة الكهربائية في ستينيات القرن الماضي. ومنذ ذلك الوقت ونحن ننوع المزيج الطاقي لدينا مثل الطاقة الجيوحرارية والشمسية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية لإنتاج الطاقة المطلوبة. وفي السنتين الماضيتين 98% من الكهرباء المستهلكة في كوستاريكا كانت من مصادر متجددة، وهو أمر مذهل بالنسبة لبلد بحجم كوستاريكا. واقتصادنا مستقر جدا، ومعظم مواردنا تأتي من روابط مع العالم، وتحديدا تسويق الأجهزة الطبية التي تشكل 54% من صادراتنا. نحن ننمو بنسبة 4.5% سنويا، وهذا يعادل ضعف المعدل الوسطي المسجل في أمريكا اللاتينية. أما التضخم فقد كان عند الصفر في آخر 2.5 عام، بينما التوقعات المستقبلية تعتبر جيدة جدا. ونحن نتطلع إلى تحسين فرص التجارة والاستثمار مع الإمارات، وهذا ما أسعى إلى تحقيقه خلال زيارتي. عبد اللطيف جميل طاقة نحو مستقبل مستدام.